هي أيام قليلة تفصل العالم عن الاستحقاق الفلسطيني المتمثل بالتوجه إلى مجلس الأمن لطلب العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، إلا أن الموعد المرتقب دونه عراقيل كثيرة قبل تسلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الطلب من الرئيس الفلسطيني. نحمل معنا كوفد فلسطيني كل آلام وآمال شعبنا لتحقيق هذا الإنجاز وإنهاء الإجحاف التاريخي بحقنا، لننعم كبقية شعوب الأرض بالحرية والاستقلال في دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الموقف الفلسطيني على طلب عباس لم يأتي كما يتوقع كثيرون، إذ رفضت حماس المشروع، في حين أن الشارع الفلسطيني وفي موازاة الدعوة لتظاهرات كثيفة داعمة للمشروع اعتبر جزء منه أن إسرائيل لا تفهم لغة السلام، مقابل الترقب لردود الفعل الإسرائيلية من الطرف الآخر. نحن في حركة حماس نؤكد أن هذه الخطوة خطوة منفردة، وإذا كان هناك أي إنجاز لن يكون إلا إنجازا شكليا، خاصة في ظل تأكيد محمود عباس أن الهدف هو العودة إلى مائدة التفاوض مع الاحتلال. إسرائيل من جهتها رفضت الفكرة الفلسطينية، ورأى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الفلسطينيين لن يستطيعوا تحقيق السلام بمسعاهم الأحادي في الأمم المتحدة، واعتبر المتحدث باسمه مارك ريغيف أن إعلان عباس لن يساعد في عملية السلام. الخطوة الفلسطينية خطأ وهي لن تؤمن السلام. الحل الوحيد هو استئناف المفاوضات الذي تدعمه إسرائيل، لكن يقابل بالرفض. في غضون ذلك أكدت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن حلا بناء قادرا على جمع أكبر دعم ممكن ويؤدي إلى استئناف المفاوضات هو الأفضل والسبيل الوحيد للتوصل إلى السلام وحل الدولتين الذي ينشده الشعب الفلسطيني.